وهذا شغل أقول الحمد لله والشكر. يقول اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد وعد الرضا. هذا الحمد مال رب العرش العظيم، استحمده والشكر ألف مرة. والله يحفظك ويستر عليك ويستر عليكم إن شاء الله دنيا آخرة. يا ربي وفقك للخير وللعمل الخير جاه رب العرش. دلم رو شد چون خدا با منه، اون هر چیزی میخواد منم راضیم. السلام علیکم. عینی انتی ام دکتر غیث، يا رب يحفظك ويعطيك العمر والعافيه ويبارك فيك على الولد الطيب اللي ما اعرف شو اقول عليه، ما ادري الكلام قليل بحقه. يا رب لو انطي عمري ما اجازي. يا رب يحفظك ويخليك ويطول بعمرك ويحفظ لك اياه من كل شيء من كل شر. اي والله العظيم امين يا رب العالمين. 777-13-81-86-87 تمام؟ يلا الله يعطيك العافية. اي ادي انت طلبتي انه هذا تناشدين؟ اناشد العالم. اي والله حالتي ضعيفه مره. اي والله انا قولي ايش تبين تناشدين؟ هسه سمعي باعي بما يخص العمليات مال عيونك لا تناشدين احد. لانه انا تكفلت، انا راح اساعدك وانتهى الموضوع. راح اسوي لك اياها الان بنيه ليله القدر ان شاء الله، لانه انا وعدتك قلت لك هذه انا راح اسوي لك اياها بليله القدر. اي نعم. فانت خفتي، اخاف ما تحصليني، اخاف ما تلقيني. اي والله ما حصلك جوز. فالان راح اسوي لك اياها بنيه ليله القدر، وكل شيء ما تدفعين يفتح لك زين واني خادم باب القدر ان شاء الله يعطيك لما يرضيك. تسمعي انا مو على هاي دا اسجل لك المناشده. المناشدة اللي أنت رتيها بواسطتي بدأ أسجلها على شيء ثاني أنت تطلبين من الناس بما يخص عيونك انتهى. لا تطلبين مساعدة من أي أحد. قلت ما إلي أحد. قلت لك إحنا ولدك إن شاء الله وأني خادمك. كنت أتمنى من الله إنه أشوفك وأوصل لك، والله طالي هاي الأمنية وجيت وشفتك وساعدتني وما قصرت. بس سمعين بعد الان انت الشيء اللي يخص عينك خلاص انتهى. لا تسولفين بي، تفضلي سولفي شيء ثاني اذا عدك. والله اقول اني قاعده اني ارمله ومهجره وقاعده بكرفان مجمع مال كرفانات وما عندي لا اخ ولا ابن ولا يعني وما عندي ملك. زوجك وين؟ شهيد. وين استشهد؟ بالطائفيه بالعظميه كتلو. وما عندي غير هو بس التقاعد عندي. أنا ما أكذب ما أقول. أنت لأي عشيرة ترجعين؟ أنا زويدية سلطانية بس ما حد يدي يساعدني. يعني ناشدت هواي العالم بس ما حد يساعدني. أنت شنو تردين؟ شنو المساعدة اللي ترديها الآن؟ والله يا ريت. يعني جوز ما حد يعرف إيش تردين، جوز فشي بسيط يطلع. أي صحيح. يعني والله هي مساعدة مادية مثلاً أقدر أعيش. شو تسوين بيها؟ أعيش بيها لأن أول شيء أنا مريضة. يا ريت اني شغلت بس سكن احد ينقذني منك من الكرفانات اللي طلعني. صار لي 13 سنه من ذيك المعاناه مال الكرفانات. زين انا ايش راح اسوي؟ راح احط انا رقم تليفونك. اي نعم. زين يعني طلب من عندك انت. إيه نعم. انا راح احط انا رقم تليفونك. إيه وشوفي انت بعد شلون الناس اهل الخير ان شاء الله هواي موجودين. اذا احد خابرك وانت محظوظه والله العافية عليك. بس ابوس ايدك. لا لا عفو لا العفو والله يعطيك العافية. لا انا مو محظوظه ما كان انا اجي. زين الله يعطيك العافية. اذا احد خابرك بالعافية عليك، واذا ما حد خابرك الله يلتفت لك يعني اكيد مثل ما التفت لك الان. والله بس يدري الله يدري. انا صوم صلاة ليل ونهار. ليل هاي صلاة الليل انا اعرف بها. هسه راح تذكريني بها صلاة الليل من نوجاي؟ صلاة الليل هي اهم شيء والاستغفار والصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم. هسه راح تذكريني بعد من نوجاي؟ فدوه قلبك. والله هاي بعد هنا برقبتي. يلا خادمك امي. الله يعطيك العافيه ويا الله يحفظك ان شاء الله. يلا بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. انا وسهلا دكتور. الحمد لله بدون قلبك من عمري على عمرك ان شاء الله كل الزينه. ودا اشوفك مثل الوريد. الله يعطيك العافيه. فدوه قلبك انا والله فرحانه. يا ربي من النعيم الجنه ينطيك. الله يعطيك العافيه.